مايا from Playing with Fashion. واليوم رح فرجيكم كيف فيكن تعملوا الوينج لاينر بثلاث طرق مختلفة. So خليكن معي لتشوفوا كيف. وأول طريقة اللي رح نستعملها هي باستخدام الآي شادو. لنستعمل الآي شادو رح نستعمل قبله الآي لاينر ورح نرسم خط على الرموش من فوق. نستعمل الآي لاينر قبل الآي شادو ليطلع اللون أقوى والباودر لتثبت أكثر، خصوصا نستعملها بالطرق يلي الآي شادو منه كتير بيجمنتد، يعني ما كتير بيعطي لون. فنعمل خط سريع، مش ضروري يكون كتير نضيف. نرجع ناخد ريشة فلافي ونعملهم شوي بلندينج، خصوصا هون منشد صوب الطرف ومناخده على كسرة العين. هيدا النوع من الوينج لاينر هو الأكثر يومي، فيك تلبسيه كل يوم تحطيه كل يوم. رح نستعمل آي شادو أسود من حيالا باليت عندكم إياه، ورح نستعمل الريشة المشطوبة. أوكي، فهيدا اللون الأسود اللي عم ناخده رح نحاول نرسم فوق الرموش. كل ما قربنا أكثر كل ما كان أحسن. هيدا بيعطي فوليوم بس تحطوا ماسكارا أكثر. بس توصل للطرف بتكون ترسمه خط جالس. انا عادة باخد الخط من طرف عيني لمطرح ما بيخلص الحواجب، فهيدا هو الخط اللي انا باخده عادة. فبرسم خط صغير وبعمله بلندينج مع الباقي اللي رسمناه. اوكي، نرجع ناخد نفس الريشة يلي ما حطينا عليها شيء بالبقاوي الآي شادو، منمرق شوي على الرموش التحتاني. فهيك رسمنا نحن وينج لاينر بطريقة كتير هينة بالآي شادو، ومنكفي بالمسكرة مثل العادة. الطريقة الثانية رح نستعملها هي باستعمال الجيل آي لاينر، وهي الطريقة المفضلة لإلي لأنه أهون شي لرسم الوينج لاينر، وكمان بيطلع اللون كتير حلو، كتير غامق، كتير بيجمنتد، وفيكن تلاقوهم بألوان كتير مختلفة. مثلا أنا مستعملة اللون البيربل الغامق، البنفسج الغامق. رح نستعمل ريشة صغيرة، فيكن تستعملوا وينج لاينر يعني مثل هيدي أو يلي هي هيدي. انا رح ارسم مش المشطوب العادي. فرح ناخد البرودكت على الريشة ومنبلش نرسم بالعين. انا اول شي برسم شكل العين من فوق الرموش، برجع مثل ما عملت بالفيديو الموديل اللي قبل. لازم ناخد الطرف الريشة ونحطها على طرف العين وصوب الحاجب. على هيدا الخط نرسم اللاين تبع طرف الوينج لاينر، وهون فيكن تكبروه أو تزيدوه قد ما بدكم. اوكي، بس تنبسطوا من شكل الوينج لاينر ساعتها بتجمعوا طرف الوينج مع باقي العين. بالجل آي لاينر فيكن تتحكموا كتير، وفيكن ترسموا خطوط رفيعة وسميكة بنفس الوقت. اوكي، وهيك كون خلصنا. منزيد طبقة من ماسكارا. والطريقة الأخيرة اللي رح نستعملها هي الآي لاينر الليكويد. انا بعتبرها اصعب طريقة، وفي كتير ناس بيخافوا منها لانه شوي صعبة، لانه فيها ريشة طويلة بدك تحاول ترسمها مظبوط. ف رح نبلش شوي شوي نرسم خط رفيع
الحلو بالليكويد ايلاينر انه النتيجة بتطلع كتير حلوة ونظيفة وبتعطي لمعة للميك اب، بيطلع كتير حلو للميك اب السهرة او الشي مناسبة، اذا عم تعملي سموكي اي بيطلع كتير حلو. بنفس الطريقة بنحاول نرسم الوينج اللي نحنا بدنا اياه، ومنرجع منبلش نجمع الطرف. ومناخده لصوب النص. بنقربه صوب الطرف من جوا. الطريقة الفاينل للوينج لاينر اللي هي نمبر 3. وبهالطريقة بكون عملنا 3 وينج لاينر مختلفين وسهلين كتير. وإذا حابين تتركوا لي أي كومنتس ما تنسوا تتركوهم بخانة التعليقات، وتعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي، وتعملوا لي فولو على الانستغرام وعلى الفيسبوك. باي.